بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما شفنا ازاي نعمل كونكت على السيرفر ونجيب انفورميشن على السيرفر، هناخد نفس الكلام بس عن الداتابيز. يعني انا عايز اعمل ريكوست جديد، اكرييت نيو داتابيز، تمام، احطها جوه ايه، اورينت بي. طبعا احنا بنتكلم هنا على الريست فول اي بي اي، وبنتستها بوست مان علشان ما يبقاش عندنا اي مشكله، يعني ان احنا نطبق الكلام ده بقى على بايثون، على جافا، على بتاع، خلاص الريست فول اي بي اي موحده وانت بتشتغل عليها بالاسلوب ده. فطبعا عشان اكريت داتابيز جديده انا هختار بوست، تمام، مش هينفع بوت، مش هينفع قصدي جيت، انا مش بجيب معلومه، انا عايز ابعت معلومه. فانا عايز على 2480، تمام، على لوكال هوست 2480، وبعد كده بقوم كاتب داتابيز، تمام، واعمل سلاش وبكتب اسم الداتابيز اللي انا عايزها، وليكن مثلا ريست دي بي 1 مثلا، اسميها كده ريست دي بي 1 وسلاش وبكتب بي لوكال، او بكتبها على الرام زي ما انا عايز. طيب وفي نفس الوقت طبعا محتاج ان انا في الاوثرايزيشن اختار بيزك اوثنتيكيشن واحط اليوزر نيم والباسورد بتوعي، وبسم الله نتست الامر بتاعنا. خلاص رد عليا قال لي الستاس 200 اوكي، يبقى خلاص ما عنديش مشكله. بعد كده جاب لي بقى ليه هي الاسم بتاعها، وهل ليها سوبر كلاس ولا لا، وليها الكلاسترز بتاعتها، وطبعا معلومات عامه عن الداتابيز. طبعا بتتكرر كل المعلومات دي بتتكرر اوتوماتيك جوه الايه، جوه الداتابيز مباشره، يعني الديفولت داتا. طبعا لو انت، طبعا لو انا برضو جيت اكاري الداتابيز اسمها ريست داتابيز 1 وكان حد مكريتها قبل كده، طبعا هتبقى اوريدي اكزيست، صح؟ طبعا المفروض يطلع لي ايرور بقى، مش هيجيب لك 200، هيجيب لك 500 سيرفر ايرور. يعني لو جربنا تاني قلنا له كريتها لنا تاني مثلا، ايوه، قال لي ايه داتابيز اللي هي ريست دي بي 1 اوريدي ايه؟ اوريدي اكزيست، وجاب لي هنا كام؟ جاب لي 409 اللي هي كونفليكت، ماشي؟ قال لي كونفليكت و409 وداتابيز الريست ايه دي بي 1 اوريدي اكزيست. خلاص عرفنا لو احنا هنكريت له جديد او لو هي متكريته قبل كده، هنعرف ازاي من الاستاتس كود بتاعنا. كلام جميل. تعالى بقى بينا ايه، لو انا عايز اعرف معلومات عن الداتابيز اللي انا مكريتها قبل كده او دلوقتي، هقول له جيت ان داتابيز انفو، عايزين نجيب معلومات عن الداتابيز اللي احنا الموجوده. كنت واخد انا معايا العنوان كده كويك كوبي بيست، بس طبعا هنا احنا هنجيب معلومات فهتبقى جيت لوكالوز داتابيز وريست اي بي اي، ده اسم الداتابيز. يعني احنا وصلنا لغايه داتابيز واسمها بس، وجيت بدل بوست. وفي الاوثنتيكيشن طبعا بيزك اوثنتيكيشن اللي هو روت على الايه، اليوزر نيم والباسورد بتوعي. لما اقول له سند قال لي طلع لي طبعا 401 ان اثورايزد، يعني معناه ان انا ماليش حق ان انا اشوف معلومات عن الداتابيز دي، تلاقيها اصلا لسه ما فيش. لا نشوف دلوقتي هنا جاب لي 200، كان ترى ممكن يكون ما خدش الريكوست او اليوزر نيم والباسورد ساعتها. قال لي فيرجن كام؟ داتابيز فيرجن 3.1.5، يعني يختلف طبعا على حسب ما انت بتسجل، على حسب ما انا كنت بسجل وانت بتشتغل. وجاب لي الاسم، وجاب لي كل الكلاسز اللي فيها الاساسيه، وجاب لي بقى معلومات اهي عن الايه؟ عن الداتابيز بتاعتنا، يعني الدنيا تمام، قامت تمام؟ بس مش عايز السيرفر، انا عايز ايه كده، دي معلومات الداتابيز، ماشي. جبنا انفورميشن عن الايه؟ عن الداتابيز ديت بتاعتنا. كلام جميل. طبعا لو انا كتبت اسم الداتابيز كده اي كلام، مش عندي داتابيز بالاسم ده، هيقول لي ايه؟ بيطلع لي 401 كده وخلاص، يعني طبعا ده مش كويس بس هو ده اللي بيحصل يعني. تمام تمام اشتغلت. طب على الاقل فهمنا من دي ان هي اشتغلت. ده كده لو احنا نجيب معلومات. طب لو احنا عايزين نجيب لسه الداتابيز ذات نفسها، يعني جيت داتابيزز ليست الموجودة عندي، ودي اصلا بتطلع اوتوماتيك، يعني حتى مش محتاج يوزر نيم وباسورد. احنا بنيجي بنعمل لوجن، لو انتوا فاكرين كان بيطلع لك اوتوماتيك اسماء الداتابيزز هنا عشان تكونكت عليها. طيب انا لو رجعت كده على فورند بي، ماشي، وقلت له تمام على نفس العنوان ده، انا جيت كتبت له هنا المره دي هقول له كده على طول، يعني كلمه داتابيز، لا مفيش حتى كلمه داتابيز، يعني السيرفر، واقوم كاتب ليست، تمام، databases list databases، المفترض دي هتجيب لي كل الايه، الداتابيز الموجوده. الله ينور عليك، ادي ديمو دي بي
ماي دي بي نيو دي بي باي دي بي باي دي بي 1 ريست ايه دي بي 1. كويس. في امر تاني نجربه لو احنا عايزين نقفل يعني نعمل ديسكونكت. اورينت دي بي سيرفر تمام، مش هقول له بقى لسه دي بي، هكتب له ديس كونكت تمام واقول له سند. هنا قال لي انا اوثرايزد، قلت له طب ماشي بيزك اوثنتيكيشن سند. قال لي انا اوثرايزد وكونتنت لوج اوت. تمام، انت بتحاول تعمل لوج اوت بس هو مش بيديني حق ان انا اعمل لوج اوت من يعني محتاجه مننا يعني امكانيه او امكانيات على، لكن هو كده بالنسبه لي عمل ديسكونكت وفاهم يعني ايه ديسكونكت، بس هو بيقول لي ما فيش الامكانيه دي دلوقتي وان انت تعمل لوج اوت بالشكل ده يعني، لكن هي موجوده. تمام، حلو جدا. طيب كده اهو احنا يعني بعيد عن الشغل التفصيلي، عايزين بقى نبدا نقول ايه. طب احنا محتاجين نكريت كلاس ونكريت البروبرتيز وننسيرت والابديت ونديليت ونسلكت والكلام الجميل ده كله. نشوف مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.